السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة وغرزة جديدة من الغرز الشتوية مع مرمرة. حلقة النهاردة هشرح فيها غرزة سهلة وبسيطة مناسبة لكل مبتدئة تقدر تشتغلها معايا، لأن هي بتعتمد على الغرز الأساسية بس. كمان الغرزة دي مناسبة للأعمال المسطحة، لو هتعملي بطانية أو شال أو كوفية فهتكون شكلها مميز وهتكون حلوة فيها. هشتغل الغرزة دي معاكم بخيط إليس كوتون جولد، وده فتلته بتكون متوسطة، وهستخدم معاه إبرة مقاسها رقم 3. كمان بعد ما نشرح خطوات الغرزة هوريكم تجربتها في عينة كبيرة شوية وبخيط مختلف، يعني خيط هيكون سميك شوية وهيكون فيه تدرجات لونية، ومستنية رأيكم تقولولي الغرزة أفضل في أي خيط من الاتنين. ويلا بينا نبدأ. في الأول بنشتغل العقدة، وبعد كده بنبدأ نشتغل عدد من السلاسل بمضاعفات التمانية علشان نوصل لشكل الغرزة اللي احنا عاوزينه. فهنبدأ كده عدد من السلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8، وهبدأ اكرر لغاية لما بوصل للطول اللي انا عايزاه، يعني هبدأ اعد 8 واخلص وعد 8 وهكذا. طيب بعد ما هوصل للطول اللي انا عايزاه، انا اشتغلت مسافة طويلة شوية علشان شكل الغرزة يبان فيها. بعد ما بخلص التكرار اللي هو 8 غرز بنزود غرزة سلسلة واحدة علشان بداية ونهاية السطر يزبطوا معي. بعد كده هنبدأ بقى في السطر الأول، والسطر الأول هنبدأ نشتغل فيه أول حاجة 3 غرزة سلسلة. يبقى أنا كده بعد التكرار اللي هو 8 سلاسل بنزود غرزة سلسلة واحدة، وعشان السطر الأول بنزود 3 سلسلة، يبقى بزود بعد التكرار 4 سلاسل. فهزود كده 1 2 3، والرابعة طبعا اشتغلتها. طيب بعد كده هبدأ إن أنا أعد على السلاسل دي، وهناخد الأول لفة على الإبرة، تمام، وهبدأ أعد كده 1 2 3 4 5 6، وهنيجي في الغرزة الستة ديت ندخل فيها نشتغل عمود بلفة. الغرزة دي سهلة جدا، بتعتمد بس على غرزة العمود والسلسلة. بعد ما بخلص العمود بشتغل سلسلة، وبعد كده بنسيب الغرزة اللي عليها الدور وبندخل في اللي بعدها. يعني هسيب الغرزة دي وهدخل في اللي بعدها اللي هي دي، هشتغل فيها عمود بلفة، وبعد كده سلسلة، وبعد كده هناخد لفة، وبرضو هنسيب الغرزة اللي عليها الدور وندخل في اللي بعدها، وهنمشي السطر كله بنفس النظام، عمود سلسلة عمود سلسلة، ويعني مكان السلسلة بنسيب غرزة على سطر السلاسل. وصلت عند نهاية السطر، بقي عندي غرزتين بنسيب برضو اللي عليها الدور وبندخل في اللي بعدها اللي هي هنا هتكون آخر سلسلة في السطر، وبنشتغل عمود بلفة. كده بنكون خلصنا السطر الأول، وهو عبارة عن عمود سلسلة بس، وبنكرر. طيب دلوقتي هنرتفع بقى 2 سلسلة علشان نشتغل في السطر الثاني، وهنقلب الشغل بتاعنا بالشكل دوت. وبعد كده هنيجي في المكان اللي اشتغلنا فيه آخر عمود في السطر، هنبدأ ناخد لفة وهندخل في أول غرزة ديت، هشتغل فيها 3 عمود بلفة، 1 2 3. بعد كده هنبدأ إن احنا ناخد لفة على الإبرة، وهنيجي على الشغل اللي اشتغلناه في السطر اللي فات، السلاسل والأعمدة الاتنين هنشتغل عليهم. اول حاجة هشتغل عليها هي السلسلة اللي هي بين العمود الاول والتاني، المكان ده الفراغ ده، هبدأ ادخل من تحت السلسلة اسحب الخيط واخرج واشتغل عمود، لكن مش هخلص، وهاخد لفة كده وهخرج من حلقتين، تمام. والخطوة الجاية مفروض بخلص فيها العمود، لا انا مش هخلصه، هبقي الحلقة على الابرة، وهبدأ اخد لفة وهدخل على الغرزة اللي عليها الدور اللي هي العمود التاني دوت، هدخل فيه واشتغل برضو عمود ومش هخلصه، بسحب الخيط واخرج، وبعد كده باخد لفة وبخرج من الحلقتين دولت، وبقف عند الخطوة دي، وبعد كده بسحب الخيط وبندخل في الغرزة اللي عليها الدور هنا اللي هي السلسلة، وبرضو العمود ومش بنخلصه، يعني بخرج من حلقتين بس، تمام. بعد كده هبدأ اخد لفة، اللي عليه الدور هنا هيبقى غرزة العمود، هدخل في الغرزة نفسها اسحب الخيط واخرج، بعد كده باخد لفة وبخرج من حلقتين، تمام. بعد كده هنكرر كمان، هاخد لفة وهندخل فين بقى المرة دي؟ تحت السلسلة هي الغرزة اللي عليها الدور،
هبدأ اخد لفة واطلع كده، وبعدين اسحب الخيط واخرج من حلقتين. بعد كده هاخد لفة وهبدأ ادخل الغرزة اللي عليها الدور، هنشتغل على العمود المرة دي نفس الخطوات، وهاخد لفة واخرج من حلقتين بس، تمام. بعد كده هاخد لفة، ودي اخر خطوة هعملها او اخر لفة هشتغلها، هبدأ ادخل تحت السلسلة واسحب الخيط واخرج، وبعد كده بناخد لفة وبخرج من حلقتين. طيب تعالوا كده نعد الحلقات اللي اتكونت عندي على الإبرة. عندي دي الحلقة الأساسية اللي هي أول واحدة دي، بعد كده 1 2 3 4 5 6 7، يعني أنا اشتغلت 7 أعمدة، كل عمود احتفظت منه أو احتفظت بحلقة مخلصتوش وسبت الحلقة بتاعته على الإبرة، تمام. يبقى أنا هيتكون عندي كده 7 أعمدة، هبدأ بعد ما أخلص السبعة دولت هاخد لفة على الإبرة وهخرج منهم في خطوة واحدة بالشكل ده، تمام. وبكده أكون اشتغلت 7 أعمدة قفلتهم مع بعض بالشكل ده. طيب بعد كده هبدأ إن أنا أخد لفة على الإبرة، تمام، وهنيجي عند الغرزة اللي عليها الدور. احنا اشتغلنا اخر حاجة على السلسلة، دخلنا من تحت السلسلة، فالغرزة اللي عليها الدور هنا هتبقى العمود، فهبدأ ادخل في العمود دوت واشتغل عمود بلفة، وبعد كده هاخد لفة وهدخل في نفس المكان اشتغل عمود كمان، وهنكرر لغاية لما نكون 7 أعمدة في نفس الغرزة دي. كده انا اشتغلت 2، هاخد لفة واشتغل العمود الثالث في نفس المكان، العمود الرابع، الخامس، السادس، والعمود السابع في نفس الغرزة، 2 4 6 7. كده أنا اشتغلت 7 أعمدة في الغرزة اللي هي عليها الدور في مكان واحد 7 أعمدة. طيب بعد كده هنبدأ ناخد لفة على الإبرة، وهنيجي على الغرزة اللي عليها الدور اللي هي مفروض هنا تحت السلسلة، تمام. الغرزة دي اللي اشتغلنا فيها 7 أعمدة اللي هي على العمود نفسه، فهدخل من تحت السلسلة، هبدأ اخد لفة وادخل كده من تحت السلسلة، اسحب الخيط واخرج، وبعد كده هناخد لفة ونخرج من حلقتين. هنبدأ نكرر نفس اللي عملناه في الأول اللي هو 7 أعمدة اللي هنشتغلهم ونقفلهم مع بعض كده 1، وبنمشي في كل غرزة اللي عليها الدور سواء كانت سلسلة أو غرزة عمود كده 2، وبنخرج من حلقتين 3 4 5. الغرزة 7 دايما هتظبط معايا ان هي هتكون تحت سلسلة، وبرضو نعد الغرز كده نتأكد 1 2 3 4 5 6 7 غير الغرزة الاساسية. بعد كده هسحب الخيط وهخرج منهم كلهم في مرة واحدة، تمام. بعد كده هنبدأ نكرر برضو الغرزة اللي عليها الدور، هنشتغل بقى فيها 7 أعمدة مرة واحدة او في نفس المكان، فهبدأ اخد لفة وهدخل في الغرزة اللي عليها الدور اللي هي هتكون هنا، هدخل كده وهشتغل في نفس الغرزة دي 7 أعمدة كاملين، يعني العمود بخلصه وبخرج بحلقة واحدة بس على الإبرة كده 1 2 3 4 5 6 7. هنبدأ نكرر لنهاية السطر نفس الخطوات دي. أنا وصلت عند نهاية السطر وبشتغل اللي هم 7 أعمدة اللي بقفلهم مع بعض، فاشتغلت لغاية الوقت كده 2 4 6، وهندخل دلوقتي نشتغل العمود السابع، وده كده آخر فراغ عندي اهوت في السطر، فهبدأ أدخل اخد لفة وهدخل تحت الفراغ دوت واسحب الخيط، وبعد كده هنخرج من حلقتين
تمام. فانا كده كونت السبع اعمده خلاص، هبدا اخد لفه وهخرج من الحلقات بتاعتهم اللي على الابره، تمام. وبعد كده هننهي بقى السطر عندنا باربع اعمده. هنشتغلهم فين؟ هنشتغلهم على اول عمود اللي هو هنا هيكون ارتفاع السلاسل. فهبدا اخد لفه كده، ومفروض ان احنا هنفوت اول غرزه سلسله اللي هي اشتغلنا تحتها اخر عمود. فانا هدخل في تاني سلسله، تمام، هدخل هنا كده وهشتغل في المكان دوت اربع اعمده او اربع عمود بلفه كده، واحد تمام، وفي نفس المكان كده اتنين، تلاتة، أربعة. كده أكون خلصت السطر، تمام. دوت كده بيكون شكله اللي بدأ يظهر معايا. طبعا هيظبط معايا أكتر مع تكرار السطور، يمكن بس يعني في الأول كده تحسي إن هو مش مظبوط قوي، لكن مع تكرار الشغل هتلاقي إن هو ظبط معاكي وشكل الغرزة بدأ يظهر أكتر، تمام. يبقى أنا أساسي في نهاية السطر لازم بشتغل الأربع أعمدة دولت على ارتفاع العمود، لأن هنا عندي ده كل ده شغل سلاسل، تمام. فبسيب بس أول سلسلة وبدخل في تاني سلسلة أشتغل فيها الأربع أعمدة. طيب بعد كده هنتنقل للسطر التالت، والسطر التالت هيكون تكرار للسطر الأول. فبنرتفع اتنين غرزة سلسلة وبنحسبهم ارتفاع أول عمود، وبعد كده بنشتغل غرزة سلسلة، لأن أنا هشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة. يبقى البداية عندي كده تلاتة سلسلة، وهنقلب الشغل بتاعنا. وبعد كده هناخد لفة على الإبرة، أول غرزة ديت اللي اشتغلنا ليها ارتفاع العمود خلاص، هنسيب تاني غرزة وهنيجي في الغرزة التالتة. طبعا احنا قلنا هنشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة، يبقى برضو هشتغل في غرزة واسيب غرزة مقابلة للسلسلة اللي انا بشتغلها. يبقى انا هسيب الغرزة التانية وهدخل في الغرزة التالتة اللي هي دي، تمام، واشتغل فيها عمود بلف. وبعد العمود بنشتغل غرزة سلسلة، وبعد كده بناخد لفة على الابرة، وبرضو هنسيب الغرزة اللي عليها الدور. شايفين الغرز هنا هتبقى ظاهرة كده من فوق، وفي غرزة ممكن تلاقيها واسعة شوية غرزة ده، على حسب طبعا شغلنا فيهم. فدي الغرزة اللي عليها الدور هنسيبها، هندخل في اللي بعدها دي، هنسيبها وهندخل في اللي بعدها اللي هي دي، وهنشتغل عمود بلفة، وبعد كده سلسلة. وبرضو هنشوف الغرز، عندي طبعا الغرزة هيت دي الغرزة اللي عليها الدور، هنسيبها وهندخل في اللي بعدها اللي هي دي، وهكذا بقى هستمر خلال السطر بنفس النظام. غرزة هشتغل فيها وغرزة بنسيبها، وبنشتغل طبعا سلسلة بعد كل عمود. وصلت عند نهاية السطر وماشية بنفس النظام، عمود سلسلة وبنسيب غرزة وبنشتغل في اللي بعدها. طيب هنا السطر اللي فات دوت كان في بدايته اشتغلنا تلات عمود بلفة زائد ارتفاع العمود اللي هو اتنين سلسلة، تمام. فالارتفاع ده برضو هنشتغل عليه علشان نظبط الغرز في نهاية السطر. طيب انا دلوقتي هشتغل سلسلة، والغرزة اللي عليها الدور ديت هنسيبها، واللي يعني اللي هنشتغل عليها بعدها اللي هي ارتفاع السلاسل. فهبدأ اخد لفة، هسيب الغرزة دي وهدخل على تاني سلسلة، تمام، السلاسل اهيت. فانا هدخل في تاني سلسلة، اخد لفة الاول وهدخل في تاني سلسلة اشتغل فيها عمود بلفة، وده هيبقى اخر عمود في السطر دوت، تمام. اساسي جدا ما نساهوش علشان يظبط معايا الغرز واطراف الشغل تبقى مظبوطة. طيب بعد كده هنبدأ في السطر رقم اربعة، وهو هيكون تكرار للسطر التاني. فهنبدأ برضو نرتفع واحد اتنين سلسلة وهنقلب الشغل، وطبعا الاتنين سلسلة دول بنحسبهم ارتفاع اول عمود، وبنشتغل بعدهم تلات اعمدة. فهاخد لفة كده وهدخل في نفس الغرزة اللي هي الاولى ديت، هدخل اشتغل فيها تلاتة عمود بلفة. لو تفتكروا في السطر التاني احنا في نهاية السطر اشتغلنا اربعة عمود بلفة، علشان برضو بداية السطر كانت اربعة عمود بلفة، لكن اول عمود بس بيكون ارتفاع السلاسل، فبنشتغل بعديه تلاتة عمود، والرابع بيكون الارتفاع، تمام. كده انا اشتغلت اهو التلات اعمدة، وطبعا معايا الاتنين سلسلة دول اول عمود. طيب بعد ما خلصت كده الاعمدة اللي في البداية دي، هبدأ اخد لفة وهندخل في الغرزة اللي عليها الدور اللي هي هنا، هتكون تحت السلسلة. هدخل هنا كده في الفراغ دوت، اسحب الخيط، وبعد كده بناخد لفة وبنخرج من حلقتين، وهنبدأ نكرر سبع مرات كده. دي اول مرة، المرة التانية، المرة التالتة،
الرابعة، خمسة، ستة، سبعة، وبعد كده لفة، وبنخرج من كل الحلقات اللي كوناها على الإبرة في خطوة واحدة. بعد كده هنبدأ ناخد لفة، والغرزة اللي عليها الدور اللي هي غرزة العمود ديت هبدأ أدخل فيها واشتغل عمود بلفة، وبنكرر طبعا 7 مرات في نفس المكان غرزة عمود بلفة، وطبعا بنخلص الغرزة للآخر. بعد كده هبدأ اخد لفة وهدخل في الغرزة اللي عليها الدور اللي هي هتبقى تحت السلسلة، وهنبدأ نشتغل برضو 7 أعمدة تانيين، لكن هنقفلهم مع بعض بخطوة واحدة. هكرر نفس الخطوات لغاية نهاية السطر، تمام، نفس خطوات السطر التاني انا بكررها، وهنلاقي ان الغرزة دي هي تكرار سطرين بس، السطر الاول والتاني بنبدأ نستمر في تكرارهم لغاية لما نرتفع بالشغل. ده بيكون شكل الغرزة لما ارتفعت عدد من السطور، ده بيكون كده شكلها النهائي. الشكل في ظهر الغرزة انا شايفاه بيبقى مميز اكتر، ومدي شكل التموجات ديت بصورة اوضح. تمام، عايزة اوريكم بقى الخيط التاني اللي انا اشتغلت بيه. انا استخدمت خيط اليز بيركم، وده بتكون فتلته سميكة نسبيا. كمان استخدمت خيط فيه تدريجات لونية، وده شكل الغرزة فيه. تمام، طبعا استخدمت معاه ابرة مقاسها رقم 5، لان الخيط زي ما قلتلكوا بيكون سميك اكتر من اليز كوتون جولد. كده بنكون وضحنا كل خطوات الغرزة، وده شكلها في العينتين اللي انا اشتغلتهم. مستنية رأيكم في التعليقات، تقولولي اكتر خيط واضح فيه شكل الغرزة او الغرزة مميزة فيه اكتر، واستنوني في غرز واعمال مختلفة في الكروشيه. لو انت مش مشتركة على القناة اعملي سبسكرايب وفعلي الجرس علشان تتابعي كل الفيديوهات الجديدة. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.